اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى البلاد رامي طهبوب. كما اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع سفير جمهورية صربيا لدى البلاد فلاديمير كوهوت. واجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مع سفير جمهورية أذربيجان لدى البلاد إلى خان قهرمان. وخلال اللقاءات تم مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.